السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم متابعينا الكرام في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو سنتعرف وإياكم عن ترتيب القنوات على جهاز تلفاز فيزيون كما ترون، الذي يحمل هذا الاسم ام فيزيون بلس. بداية نضغط على انتري هنا في هذا الزر الذي يكون دائما في الوسط او اوكي، نضغط هكذا، ثم بعد ذلك نضغط مرة أخرى لكي تظهر لنا قائمة القنوات، ثم نختار القناة التي نريد أن تحويلها أو نقلها إلى مكان آخر. نضغط هكذا لتحديد هذه القناة، ثم نختار خيار ميني كما ترون هنا في ريموت كنترول، نضغط هكذا، ثم تظهر لنا هذه الخيارات الأربعة: نقل أو تحويلها إلى الأعلى مباشرة أو في المفضلة أو حذفها كما ترون. وهنا نضغط إلى الأعلى مثلا، والآن كما ترون يتم نقلها إلى رقم واحد، والآن كما ترون تم نقلها إلى رقم واحد. وإذا أردنا تحويلها إلى مكان آخر نضغط على الزر ميني مرة أخرى كما ترون هنا، ثم نقوم بالضغط على نقل هذا الخيار، ثم نقوم بتحويلها إلى أي مكان نريد هكذا. نضغط هنا لكي تبقى هنا ثابتة، والآن كما ترون تم نقلها إلى رقم 12 كما ترون. وهي الآن في رقم 12 كما ترون. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.